وتشوف رأي خبير بقيمة الأستاذ حسن المسكاوي. أكتر فريق عجبك في الدوري السنة دي يعني؟ الأهلي. الأهلي اشمعنى؟ عشان أحسن فريق بيلعب كرة جماعية وعنده شخصية وعنده تنوع، يعني عنده تنوع. أدي لك مثال مثلا. اتفضل. ميزة الأهلي إن العدد بتاع الهدافين حتى الآن يعني قد الزمالك تقريبا مرتين، يعني الزمالك 5 هدافين الأهلي 9. ماشي. فكرة تنوع الهدافين بمراكزهم ده دليل على شكل من الأشكال الجماعية يعني. دلوقتي لو احنا بنتكلم على انه الاهلي هو الافضل اداء من وجهه نظر حضرتك وحضرتك بتقيمه انه الافضل، طيب ما رايك في فكره تكييل الاتهامات لموسيماني انه مدرب اقل من امكانيات النادي الاهلي، وانه في اختبار مثلا فيتا كلوب التعادل الايجابي ما نجحش؟ اوعى تتكلم كمشجع. ايوه. اتكلم مش عن النتيجه. ايوه. اوعى النتيجه هي اللي تخليك مشاعرك تروح، يعني ممكن جمهور الاهلي يبقى زعلان جدا او جمهور الزمالك زعلان من موسيماني عشان الماتش انتهى 2-2. مظبوط. انا شايف ان ده من احلى الماتشات اللي عملها الاهلي بغض النظر عن ضعف فيتا كلوب في ال 18. صحيح. لكن هو فرقه كويسه قوي في وسط الملعب. مظبوط. الاهلي راح 11 مره، راح 15 مره منهم 11 فرصه حقيقيه. ايوه. بتهديف. يبقى حضرتك متوافق معايا في فكره انه لا موسيماني مش هو الملام في ال... لا طبعا، وعمل حاجه اظن انها اول مره تتعمل. قول يا استاذ حسن. انه خلى السوليه بيطلع كتير وبيخش ال 18 كتير، وده برضه من اسرار النادي الاهلي يعني. لكن المره دي في الماتش ده خلى اللي هم الاثنين ارتكاز خلاهم يروحوا لل 18 ويبقوا اجنحه في بعض الاحيان وتلاقيهم قدام. ودي كانت حاجه غريبه جدا. عشان كده ودخل الباكات احيانا كمان. طبعًا كمان بيخش. انا بتكلم على مجرد مثل. أي. ان الاثنين ارتكاز مهاجمين من مسافه 70 متر و60 متر. ده مش هيعملوا كده لوحدهم. دي تعليمات مدرب. عايزين نتوقف فيما تبقى من وقت قليل مع الكلام بتاع الاستاذ حسن مسكاوي، لان الحقيقه الكلام مهم جدا جدا من خلال الفيديو اللي شفناه دلوقتي. قال بلاش التقييم على النتيجه فقط، وهو شاف ان ماتشين فيتا دول من يعني ماتش فيتا من احلى مباريات الاهلي، وقال ان موسيماني يعني اشاد بموسيماني كمدرب طور من اداء الفريق وجعل المهاجمين والاجنحه لهم دور واضح جدا ومؤثر جدا. ده دور كوتش، تغييرات دور كوتش، الخروج من الأزمات دور جزء كبير منه كوتش. ولكن أيضا هو قال الأهلي أحسن فريق. أحسن فريق يعني إيه؟ يعني من خلال تراكم الأداء اللي شافوه من أول ما جه موسيماني من نهاية الموسم الماضي لحد دلوقتي، هو يرى أن الأهلي لا هو أحسن فريق. النقطة اللي بقول لك عليها والناس مستغربة، مهاجم مهاجم مهاجم، ازاي ما عندناش احنا هداف الدوري؟ لان الدنيا اتغيرت لما 9 لعيبه بيهدفوا عندك، ده انت فريق حقيقي لانك برهنت كنادي ان الاهلي اذا دوما اراد الانتصار فلا بد ان ياخذ بكل هذه الاسباب، ولا بد ان يستجيب له الملعب يستجيب لنداء الفريق البطل اللي بيتحلى بشخصيه البطل اللي كل الناس فيه بتقوم بمسؤولياتها. كل التحضيرات اللي سبقت هذه المباراة كل طرف قام بمسؤولياته. كابتن الخطيب لما التقى باللعيبة والجهاز الفني مفيش أعذار. موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة في القاهرة قال لهم مفيش أعذار، أنا رايح أكسب فيتا في الكونغو. لعيبة النادي الأهلي في كل كلامها جايين الكونغو عشان نكسب. رئيس البعثة الأستاذ العمري فاروق في كلامه مع اللعيبة مفيش أي قبول لأي أعذار، الكل امام مسؤوليات. وانا اقول فكان لابد ان يستجيب الملعب لنداء البطل. لا. ممكن اقول في 20 ثانيه كده او اقل، في 5 ثواني 10 ثواني. اقفل الصفحه، انسى خالص اللي جاي مهم جدا، كفايه ان احنا نعيش بقى في فيما حدث، عايزين نعيش فيما هو قادم عشان نعرف نفكر فيه كويس.